المدارس لم تشهد أي صيانة منذ عام 2009. هذا ما أكده مراقب التعليم باطن الجبل في حديثه الـ 218 حول ما تعانيه المدارس بالمنطقة من إهمال. قامت مراقبة تعليم باطن الجبل بمخاطبة مصلحة المرافق التعليمية لغرض صيانة المدارس. أن المدارس تعاني من نقص في الصيانة. بعض المدارس لم تتم صيانتها منذ سنة 2009. هذا الأمر يعني أثر سلبا على العملية التعليمية داخل المدارس. يعني نعرف أن الطالب لازم تكون بيئة التعليمية تكون متكاملة، فصل دراسي صحي، إضاءة، تهوية. فنتمنى من وزارة التعليم أخذ الإجراءات اللازمة بشأن الصيانة. مدارس بلا أسوار حائطية ونقص كبير في المقاعد الدراسية مع إهمال صيانة دورات المياه أزمة يواجهها طلاب المنطقة، إذ ناشدت الجهات المختصة الإسراع في تلبية مطالبهم. الصيانة لم تتم عمليات صيانة كاملة للمدارس إلا جزئيا في بعض، حوالي يمكن 5 مدارس تم صيانتها من وزارة التعليم. المدة الماضية تم تسليم الميزانية التشغيلية، الميزانية التشغيلية خاصة بتسيير شغل المدرسة. أما فيما يخص الصيانة الشاملة لم يتم استهداف أي مدرسة من مدارس المراقبة فيما يخص الصيانة الشاملة. أزمة تتزامن مع انتشار فيروس كورونا الذي يحتاج لدورات مياه ومواد تنظيف وتعقيم، وهو الأمر الذي يؤكد أن صيانة المدارس أصبحت مهمة للغاية وفي أقرب وقت.